السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض مثال لقاعدة F. يعني لو عندنا متغيرين مثلا زي A و B بيساوي مثلا 3 و5، تمام؟ A بيساوي 3 و B بيساوي 5. ممكن نقول له بقى ايه F A بتساوي B، وبعد كده نقطتين كده احنا خلصنا الجملة الأولانية بتاعت اف. هدوس انتر هيبدأ يسيب مسافة ويبدأ بقى يكمل. نقول له مثلا برنت رونج مثلا، تمام؟ خلينا نجرب كده، تمام؟ طيب هل ال A بتساوي B؟ لا، تمام؟ فعشان كده عمل رونج. طب لو خليناها الاتنين بيساوي بعض، قبل كلمة رونج. طيب خلينا نرجع 5، أقول له if not، يعني لو الشرط ما يتحققش طبق لي ال A بيساوي، اطبع لي البرنت بيساوي رونج لو الجملة دي الشرط ده مش اتحقق، تمام؟ رونج. طيب ممكن بدل ما نكتب كلمة not ديت أعملها إيه؟ علامة الاستفهام وبيساوي، دي معناها إن ال A if A لا تساوي ال B برنت رونج. طيب ال A لا تساوي ال B لذلك هو طبع الرونج. ممكن بدل علامة الاستفهام ديت نستخدم أكبر أو أصغر، دي معناها لو ال A أصغر أو بتساوي ال B اطبع لي كلمة رونج. أو ممكن نكتبها بأسلوب آخر، أقول له if ال A بتساوي ال B and ال A أصغر من ال B. اند بيشترط حاجه، تمام؟ اند بيشترط ان ال بتساوي، اند بيشترط ان الشرطين يتحققوا، يعني ال A بتساوي ال B وال A اصغر من ال B. طبعا الشرط ده غير ممكن، تمام؟ الشرط ده غير ممكن، فعشان كده ايه مش هيكتب كلمه رونج. انما لو عايز واحده منهم اقول له اور، يعني لو ال A بتساوي ال B او ال A اصغر من ال B اكتب لي كلمه رونج، تمام؟